اهلا يا مساء الخير، كيفكم؟ طبعا اخيرا رتبت البيت. شايفين يعني ممكن لسه يعني بديت ارتبه، يعني لسه في اضافات تانية كمان راح اسويها. ترى في اشياء كثيرة استغنيت عنها، ترى هذه الاشياء ما هي عاجبتني بس يلا خليتها، احس مخلي البيت مدري كيف. المهم خلينا نرجع لموضوعنا. موضوعنا اليوم راح يكون ايش؟ راح يكون موعد نزول التحديث اللي هو تحديث افاتار وورد، وبنشئ لكم حساب مرة تانية. رغم اني شرحت لكم بوريكم كيف يعني انشاء حساب، فاذا ما انت مشترك في القناة مشترك في القناة، لانه انا امس لما نزلت الفيديو شو اسمه، لما نزلت الفيديو كثير منكم ما فهم او ما عرف او شيء زي كذا. انا ماني فاهمه انه ما هم عارفين يعني كيف ينشئوا حساب وزي كده، وكثير قاعدين يسألوني لا يا زيزو مو كده، ما يصير معايا وهذا. ترى انتوا جربوا بالطريقة اللي انا بقول لكم. هو اول شيء يوم الخميس ما راح يكون في تحديث، هذا من امس انا اصلا نزلت لكم في المنتدى وتكلمت فيه وقلت لكم يعني هل تحسوا في تحديث، وقلت لكم ما احس انه راح يكون في تحديث. بس دحين خلاص انا عرفت اكثر انه ما راح يكون في تحديث، لانه هذيك اللي شو اسمها الاجنبيه هذيك هي اتوقع منزله، يعني قالت خليني انزل بسوي لكم فيديوهات هذا الاسبوع لين يوم الخميس لانه ما في تحديث افاتار وورد. فانا عرفت منها انه ما في تحديث افاتار وورد. شو اسمها هي ما ادري، فتي تغريد ما ادري اسمها. المهم مره ما شاء الله حسابها كبير ومتفاعل على تيك توك وكمان على الانستغرام، فما راح يكون في تحديث. وبرضو يقولوا هنا من هذه الأماكن راح يكون التحديث اللي هنا. هذه كمان برضو البنت هذيك الأجنبية برضو قالت على هذه الأماكن إنه راح يكون اللي تفتح بس على طول، قالت إنه راح يكون في تحديث هنا. فما أدري والله، وتار وورد حب المفاجآت، ممكن ما ينزلوا لنا هذا المكان وممكن ينزلوا لنا هذا المكان، وممكن كمان ينزلوا لنا تحديث شيء بسيط ونحن ما ونحن قمنا قلنا ما في تحديث يوم الخميس، بس هي البنت قالت ما في تحديث ما ادري كيفهم. المهم يا اصدقائي، شو اسمه انشاء حساب، ترى انتوا ليش بتنشئوا حساب اذا انت ما عندك باقات وهذه الاشياء؟ احس الموضوع ما يهم اذا كان ما عندك هذه الاشياء اصلا. والله ما ادري عاد، انتم احرار يا حبايبي. اشوف كذا يا الباقات ما شاء الله أخيرا رجعت، صارت تفتح الحمد لله. كانت تسوي لي بلاهات وجيني كلام غريب وزي كده إنها ما تفتح ومن هذا الكلام، بس الحمد لله رجعت. يلا دحين راح نشوف كيف ننشئ حساب أفاتار وورد. طيب أنتوا حطوا تاريخ، أي تاريخ يا أخي، أي تاريخ، أي تاريخ حرفيا أي تاريخ حطوا. طيب أنا دحين عشان مسجل دخول على حسابي دقيقة أعمل تسجيل خروج وبعد رجعت لكم من جديد. طبعا شوفوا ممكن ينزلوا لنا أكواد، والله يا ريت إنهم ينزلوا كود، ترى مرة صاروا تقال ما ينزلوا لنا أكواد. وعلى فكرة صح قبل لا أنشئ حساب اليوم راح ينزل لبس، أتوقع هنا راح ينزل لبس اليوم، فخذوا اللبس هذا بسرعة قبل لا ينزل اللبس، وروحوا خذوا اللبس اليوم راح ينزل لبس ان شاء الله. طبعا الوقت اللي راح ينزل لكم الفيديو هذا انا معاملته من قبل، والوقت اللي راح ينزل لكم انا اكون خلاص حاليا انا سافرت، وان شاء الله لما استقر خلاص في السفر ابدا انزل لكم الفيديوهات اللي في السلسله هذيك اللي رحت الهند، وهذا راح اكمل لكم السلسله هذيك وعائله افاتار وورد وكل شيء راح ابدا انزل لكم. يعني اعطوني يوم يومين، يعني هو اليوم في الصباح ان شاء الله بعد الفجر شو اسمه هتجهز خلاص واروح على الساعه 8 كده، انا راح اكون ان شاء الله في المطار. وادعوا لي ان شاء الله اروح وارجع بالسلامه، وان شاء الله اهل السناء اهل شو اسمه اهل الانستغرام راح يشوفوا بعض الصور اللي راح تنزل هناك. يعني حنزل في الستوري ان شاء الله سفريتي هذه المره. طيب الحساب انتوا تختاروا اول شيء هذا اللي فوق. طيب حطي الايميل يا ماما، سوي ايميل. ايميل من فين تجيبيه؟ انت ما عندك حاجه اسمها جيميل؟ دحين احط لكم صورته هنا اوريكم، هو هذا هو الجيميل. روحي شوفي اسمه ايش، اخذتي اسمه
خلاص هذا هو الجيميل حقك تحطيه. كلمة المرور مو كلمة المرور حقة الجيميل حقك، لا حبيبتي، انت تنشئي كلمة مرور جديدة. ان شاء الله فهمت هذه النقطة، انت تنشئي كلمة مرور جديدة. كلمة المرور انا امس ايش قلت لكم ولو في فيديو سابق، عشان انتم ما بتنتبهوا زي الناس اصلا على الفيديوهات اللي انا قاعدة اقولها. كلمة المرور بتكون ايش؟ مثلا 1 2 3، طيب الحروف خلي حرف كبير، مثلا حرف ال A، بعدين مثلا حرف ال S. سوري يا جماعة، حرف ال S. طيب حطيت كده، مثلا تبي تزيدي كمان حروف أرقام 4 5، بعدين حطي من هذه الهاءات وهاشتاج ومدري ايش والدولار، هذه الحاجات خلينا اخلي لكم هي. شايفين كيف؟ والله العظيم شوفوا لو انتوا سويتوا بهذه الطريقة. الحين خليني احط ايميل من راسي اشوف، يمكن @gmail.com اشوف يمكن يصير لي، رغم انه هذا مو هذا ايميل انا مسويته من راسي، بس عرفتوا ما هو ايميلي، ما عندي ايميل يعني اقدر اسوي بيه. انكم تحطوا كم؟ ما ادري، حطوها 10 حروف وارقام، تكون 10 حروف وارقام ونفس هذه الهاشتاجات، وتقدروا كمان خلوها اكتر كمان برضو، ترى هي تكون طويلة تزبط. كمان احيانا تكون كلمة المرور قصيرة عشان كده ما تقبل، ولا تحاولوا كثير في نفس الوقت، لانه افاتار وضع طول يقولوا لكم انه حاولتوا، زي ما انتم شفتوا الرساله حقت قبل شويه بيقول لي اني حاولت ايش اسمه في فتره قصيره، حاولت مره كثير وزي كذا. فلا تحاولوا كثير في نفس الوقت، حاولوا مره كذا، اذا ما رضي اجلس كذا بعد ساعه ساعتين مره ثانيه حاولي، زي ما قلت لك كلمه المرور خليها شويه طويله وقويه. المهم تمام، هذا هو فيديو اليوم، انه هو تكلمنا عن ايش التحديث اللي راح ينزل ان شاء الله. انا ما قلت ايش التحديث اللي راح ينزل لاني ما اعرف ايش التحديث اللي ينزل، الله اعلم. ناس يقولوا من هنا، وانا احس انه خلاص ما ادري، احس انه افاتار وورد سحبت على هذا المكان، فممكن يكون من هذه الاماكن. وسعر المكان ايش راح يكون بالضبط؟ قولوا في التعليقات ايش راح يكون هذا المكان بالضبط. وهنا شوفوا كمان حاطين سيارات، اوه والله دوبي اشوف انه هنا حاطين سيارات اول مرة، والله شوف غريبة، ترى ما في اصلا، شوفوها دخلت واختفت مرة تانية شكلها بالغلط. والله الا هو من اول في سيارات، ولا انا دحين شوف الا كانوا من اول في، والله ما ادري. المهم يعني بعد كده في سيارات وحركات، يعني المكان ده حيكبر، يعني ما حيضل صغير وكده. فاللي مو مشترك في القناة خليه يشترك في القناة، إن شاء الله فدتكم بالطريقة. أنا شفت برضو أمس واحدة أجنبية برضو كانت بتتكلم بتسوي حساب، ونفس الطريقة اللي أنا قلت لكم هي، وإن شاء الله إذا لقيت الفيديو أحط لكم هو وتشوفوه. هي شرحت كمان لواحدة من المتابعين، قالت لها كيف أسوي إنشاء حساب. فبس هو إنشاء الحساب ترى أحسن لما يكون عندك باقات، ترى أتوقع إنه يصير أسرع وأسهل كمان. فبس انه انت ما عندك باقات وهذا وما بتشتري، يعني ايش تسوي بالحساب حق افاتار وورد؟ ما ادري انا كذا اشوف ايش تسوي بالحساب اذا انت ما بتشتري باقات. الحين يعني نحن ما بنستفيد من الباقات قد كده، لانه ايش اسمه ما بنستفيد من الباقات قد كده لانه ما بنشتري. يعني انت بتشتري ايوه عندك حساب، اما ما بتشتري ليش عندك حساب؟ ولا انت تبغوا تشتروا قولوا لي تعليقات، لان شفت كذا واحده بتقول لي يا زيزو نحن اللي بنشتري باقات. ترى والله شوفوا هو الموضوع ما ندري، نحن للان نحن شفنا بس انهم هم حاطين انهم هم من هذا المكان، وما ندري نحن الان بعد كده غيروا خلوا الولايات المتحده، قال هم من هنا ولا من الولايات المتحده الله اعلم. هذا اول شيء، بس انه في كذا شخص قال لي ترى هم لا من نفس المكان. واذا كان شوفوا هم اذا كانوا بيصرفوا الهذا على شو اسمه على التدمير وزي كده هذه مصيبه، لكن اذا كانوا هم بياخذوا هذا الراتب مصروف لهم ولاهلهم،
ترى هنا الشراء ممكن يكون عادي، بس لكن إذا كانوا لتدمير أهلنا فيكون هنا مرة شيء خطأ اللي نحن بنسويه. لكن إذا كان هو أصلا راتب، هو لهم راتب يعني للعائلة وزي كده، رواتبهم يعني عادي راتب، فما أدري. نحن الآن ما عرفنا هذه النقطة، فإذا عرفناها كمان أكتر يعني راح نعرف إيش نتصرف كيف، وإن شاء الله إن شاء الله بس يكونوا مو كده وما بيسووا هذا الشيء. يعني إحنا قاعدين ندعم اللعبة مرة، وإن شاء الله ما يكونوا بهذا الشكل. واكتبوا لي ألعاب غير توكا بوكا، خلاص كتبتوا لي توكا بوكا وحملتها، وإن شاء الله أحاول أنزل حاجة عن توكا بوكا ونشوف إيش هي. يعني أنا أبغى لعبة يا ليت تكون إنه زي روبلوكس، إنه ندخل مع بعض ونلعب. طيب يلا باي باي.